اي السلام عليكم. انا يا خوتي والله رانا حنا وي راه خليونا نهضروا نهضروا تو ديروا لنا ادويا ما يشاورنيش. بون حنا والله رانا نعانيو هنا المسؤول الامني شركه مهمات راه يعني تاع شركه مهمات راه يعني امنيه تاع يعني وهذا يعني تفوت 200 ام ان عون ام 400 وعندنا وكاله انباء مستشار سابق يعني وزير سابق هيئة أمنية كبيرة سيناتير لا ما نحكيه ولا يعني مليكة مليك وتعبئة يعني شعبية وكمل يعني ياكم عربكم شحال يعني هنا رانا يعني هنا نطالبه يعني هنا يعني بال يعني بشوية يعني يقظة شوية ها يعني كارثة باش يعني شركة مهمات يعني ما يهمناش حنا فيها يعني وكالة أنباء وزير هيئة وزير إقامة دولة يعني كامل محيط تاعها بالفراش يعني اعتداءات إرهابية وتهديد إرهابي 4000 طفل يرشق في وقت وكالة أنباء بالحجارة ما تعطيني حتى شيء ما تعطيني حتى تبرير حتى جيستيفيكاسيون ولا محاولة ديال عندنا هنا هذا المكملية والثانوية والابتدائية يتسكروا وتتح الحركة يعني والسير حركة السير في المحيط يعني كإقامة الوزير اللي لازم تتوقف إجراءات أمنية مشددة واحد ما يتحرك واحد ما يجي المحيط كإقامة السيد الوزير السابق راس العين وحيد وحيد غطاس ولا وحيد تمار ولا يعني سرقوا وحيد جبال ولا يعني كما سرقوا يعني منصب لكن الوزير هو دائما وزير يعني برمانونس وزير احتياطي مستشار امني احتياطي خبير امني مدير وكاله انباء هيئة العليا السلطة القيادية للبلاد هيئة العليا للبلاد السلطة العليا للبلاد يعني رقم يعني الشخصيات الوطنية رقم كبير أين حراس الشخصيات هنا يعني حراس الشخصيات يعني المسؤول على توزيع يعني حراس الشخصيات بما يسمى جنرال ولا غير ذلك من قطاع يعني المختص الاختصاص يعني راه يعني هنا راه يعني في يعني قصف الاتهام راه يعني تحت ملاحظة يعني كاين تسيب كبير تسيب كبير وغير ذلك عندنا قضايا راه ماشيين بون حنا حضروا كثير من الداخلي وخارجين اكتبوا كثير يعني على انترنت كثير يعني كامل صور فيديوهات راه تجي من الخارج يعني تشوه سمعة المؤسسات الدولة يعني تشوفوا صورة الجيش يعني انها يعني صور يعني فاسدة تشوه سمعة الجيش يعني الامن يعني ايضا يعني صور فاسدة يعني خطرة يعني مخدومين هنا يعني لكن فاسدة الوطن يبغى يشوف يعني حاجة يعني بروبر شرف ماشي يعني يشوف فساد نصور في الانترنت راه فاسدة كامل يعني بلا ما نساو ايضا قضية اخرى هي مذيعة التلفزيون توفى سي رقم واحد زميل كريم بن سالم يعني التلفزيون الاعلام في الجزائر السلطة راها ضايعة راها ضائعة السلطة راها ضايعة يعني كامل بتاتا يعني كاين نواعي يعيطوا لي مصطفي الجي مدير التلفزيون لا غير ذلك نجي ارجون نجي ارجون تبقاو غير المذيعات التلفزيون يعني كامل معروفين يعني بالسيئات السمعة كل يعني مازالوا غير هما يتلعبوا بالرجال تهز راجل وزير تستضيفوا مرأة ولا هذه المرأة الفاسدة يعني التلفزيون سمعة الدولة كامل يعني كاين كارثة راه في التلفزيون والإذاعات الجزائر راه كارثة كبيرة هذا تسجيل خطير هذا إن شاء الله يوصل أمن الدولة ويتصلوا بيا غير ذلك يعني هذا هنا راه متحمي فيا يعني عصابات كبار ولكن يعني تعرضنا هذا العمل يعني نعرفوا الخدمة مع الجيش هذا الجيش اسمه باللغة العربية العسكر العسكر باللغة الفرنسية معناه مساكر دوك اللي يخدم مع الجيش كاين حوت العمل هنا دوك تعرضنا لهذا العمل وقت سابق هو يعني مش الجيش اللي قاسنا احنا قاسونا يعني عائلات إرهابية حتى عمل الجينات عندي وليدة متوفية ما قدروش يعني نحيو الجينات تاعها متوفية كانت طيحة
اونسبيتاليزي وهما ولاو يديرونا في عيات الحنين على عائلات ارهابيه. ولا الوزير سبقنا قالوا رانا نعانيو رانا نعانيو مع العائلات الارهابيه طحنوا فيا راه تعرف يقولوا مهبول يا ودي توما لي مهبل واش جابكم كيف واحد في عمره 5 سنين يجي يحكي لي الوزاره ولا الرئاسه والجيش الجزائري والرئاسه في عمرهم 3 سنين وامين يجي يطرشوا لي دار يقول لي انا دوك هنا اي شيء يعني اتصلوا بيا شخصيا غير ذلك تلاعبات راه تلاعبات كاينه وصابرين وموكلوا ربي وخلاص صابرين.